بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل موسم راس السنه الهجريه. دي الحاجات اللي احنا هنعملها مع بعضينا. هنبتدي يعني الاول هنفتح الفطير عشان دي راس السنه الهجريه، كنا دايما بنفتح زمان فطير. نحط ملح الاول، ذره ملح كده. هنحط معانا دقيق، حوالي كوبايتين دقيق. اعملوا اللي انتوا عايزينه، واحنا بنعمل دايما كده بس عشان على اساس اللي هي حاجه نفتحها بس بشره خير. هنحط واحد ظرف فانيليا، نقلب كل المكونات دي مع بعض، نعمل بالميه، نعجن بالميه، نبتدي نحط ندخل بقى الميه ونشوف اللي احنا عايزين ميه قد ايه، حبه حبه كده شويه صغيره. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونبتدي نشرب الدقيق، ننزله بقى تحت في الترابيزة عشان نعجن كويس. كل الدقيق دوت لازم تشربه العجينة، ونبتدي بقى نديها شوية بوكسات. استوت بصراحة مننا العجينة كام بوكس كده، بوكسين ثلاثة يعني، بوكسات بالهبل بقى لمدة 5 7 دقايق كده بوكسات. ارتاح ترتاح العجينة. نبتدي بقى نقطعها كور، بعد ما بنقطعها كور بنسيبها ترتاح تاني. نبتدي بقى نعمل نقطف الملوخية، نخرط الخضرة بتاعت المحشي، بتاعت اللي هي خلطة المحشي، طماطم، البصل، الشبت، الكزبرة، البقدونس. نغسل بقى الرز اهوت، نحط بابريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نحط ملح، بعد الملح بنحط بقى ايه الفلفل الاسود، نعصر الخضرة بتاعتنا، الكزبرة، البقدونس، الشبت، ونحطهم على المكونات كله مع بعض. وبعدين نبتدي نحط البصل، وندلق بقى الطماطم كده، ونقلب كل الحاجات دي مع بعضها. محتاجين معلقة صلصة نحط عشان مش مكانش احمر قوي، يعني فضلنا نحط معلقة صلصة. شوية بصل، ملح، فلفل، ندهن بيهم بطن البطة شوية صغيرة قبل ما نحط الخلطة المحشي. حطينا بقى خلطة المحشي اهي، بنحطها، نراعي اللي احنا ما نحطش كتير عشان نقدر نقفل البطاية كويس. حقيقة كانت البطة وحش يعني، عايزة كتير بس احنا ما حطيناش كتير. بقيت الرز ده احنا هنسويه لوحده، اكتفينا طبعا بدوت. نبتدي نظبط بقى بطن البطة عشان نبتدي نقفلها، كنا بنخيطناها. واحدة واحدة كده نبتدي ناخد الجنب ده على الجنب ده وبنخيطه، الجنب اللي تحت على اللي فوق، ونغزغز كده كام غزاية كده يعني عشان الرز يستوي. حضرنا الشوربة، المية، والبصل، تاخد لها غلوة. نبتدي نحط هنا فصين ثوم عشان بنحبه صلصة جنب الملوخية، ونبتدي الرز الباقي ده حطيناه في حاجة عشان نسويه. نحمر الثوم، نحط طماطم، ونسيبها تتسبك. ده منظر البطاية اللي احنا هندخلها هي الشوربة، تغلت بالمستكة والحبهين والورق اللورة. قبل ما يستوي شوية نحط احنا نكمل بقى الطماطم المملحة، ثوم، كمون، شوية شطة، ليمون.
شوية خل كده، ونراعي بقى نشوف الصلصة ونشوف البطة، نخرط الملوخية. نقلب في البطاية عشان تستوي. نبتدي بقى نفرد العجين، عن نفرد احنا فردنا المروجي بالدقيق اهي، وهنفرد طبعا بالسمنة او بالزيت، هنشوف هنعمل ايه. هتلاقي كده وكده البطانة ديت اللي احنا بنحطها، بنحط زبادي، بنحط سمنة، شوية زيت. نقطع نقفلها زي ظرف كده، ونبتدي ان دي عملناها بالسمنة، فردناها بالزيت اهي، الورق خفيف جدا اهو، نفردها حلو عشان تطلع مورقة. ونحط لها اللي هو اللي احنا عملناه المعجون دوت، اللي هو بيبقى او الخليط اللي احنا بنعمل بيه زبادي وشوية سمنة زيت أي حاجة، بس طبعا السمنة تكون كويسة عشان تطلع الفطير طعمه كويس. نبتدي اهو بنفرد، حقيقة كل ما ارتاح العجينة بتتفرد بسرعة رهيبة، واحنا مقطعين الكور صغيرين مش كبار. وآجي المعجون بتاعنا اللي هو الزبادي والسمنة وشوية زيت. بص العجينة عاملة ازاي، تحفة، لانها مرتاحة حلو جدا. ناخد اللي احنا فردناها الأولانية ونحطها هنا داخل ديت، ونبتدي نطبق بردك زي ظرف كده. اتخرمت بس عشان انا عندي ضوافر، معلش. ونحط نطبق عادي ظرف، ونحط المعجون اللي احنا عاملينه، خلطة رهيبة. الزبادي بتعمل بالفطير حاجة يعني تحفة بصراحة، بتطريه جدا ومنفوخ بقى، بيتنفخ كده بيبقى حلو. بصوا البالونات. نبتدي بقى نحضر المعجون اللي احنا عشان ندخل الفرن، البطة، طماطم، وشوية زيت وملح وفلفل وبابريكا، والملوخية خلاص حطيناها في الشوربة بتاعتنا اهي، ونعمل التقلية، التوم والثوم والكزبرة، نطلع علام الفرن بيبقى رهيب. يلا بقى معلم الطشة. نشهق كده، ادي الملوخية اهي، وادي الطماطم المملحة اللي احنا عاملينها، وادي بقية الرز الخلطة اهو، وادي الوحش بتاعنا المعلم قاعد اهو على وكان فيه فاصوليا، طبق فاصوليا من امبارح، وادي الصلصة رهيبة بتبقى، شكل الاكل تحفة. طبعا بنحاول نقطع البطة، البطة سخنة جدا جدا جدا، بس هنحاول نوري لكم المنظر ايه. بصوا اللحم، البطة زمان ازاي، واجي الرز اهو من جوه رهيب رهيب حقيقة، كان جميل وتحفة الاكل. واجي الفطير بقى طلع، بصوا منفوخ ازاي،